بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد، وتفك بها الكرب، وتفتح بها أبواب الفرج، وتصرف عنا بها أبواب الشدائد والمحن. وبعد، أشرف إن شاء الله أن أكون مع حضراتكم في شرح كتاب الكليات الست، رؤية عصرية لمعالي وزير الأوقاف. بداية، الله سبحانه وتعالى لم يأمر العباد بأمر أو لم ينهاهم عن أمر إلا وكان في ذلك المصلحة للناس من وراء الأمر أو النهي. فكل الأوامر وكل النواهي الشرعية من الله سبحانه وتعالى مردها إلى المصلحة للعباد ودفع المفاسد عنهم. فجاءت شريعة الإسلام لتحقيق المصلحة ودفع المضار ودفع المفاسد عن الناس. والكليات الست من أهم الأشياء التي توضح هذا الأمر. أولا، في خلاف بين الفقهاء في تحديد الكليات أو المقاصد الضرورية، فكثير من العلماء السابقين قالوا إن المقاصد هي خمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. دي المقاصد الضرورية الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحمي هذه المقاصد. والمقاصد بمعنى الأهداف والغايات. يعني إيه؟ يعني كل النصوص الشرعية سواء القرآنية أو السنية ليها أهداف وليها مقاصد عامة جاية تحققها. يعني القرآن الكريم ما نزلش على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يقرأ وفقط، أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالأحاديث النبوية لمجرد أن تحفظ وفقط، لكن القرآن الكريم نزل ليتدبر وليعمل به. وكذلك السنة النبوية المطهرة وكل الأحاديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها وفسرها ووضحها، ده عشان نلتزم بها ونعمل بها، كل حسب طاقته وقدر استطاعته وإمكانياته. فجاءت النصوص الشرعية في مجملها وفي عمومها تحافظ على هذه المقاصد الخمس: تحفظ الدين، وتحفظ النفس، وتحفظ العقل، وتحفظ العرض، وتحفظ المال. وفي الحقيقة معالي الوزير أضاف أمر آخر، وأضاف كلية سادسة وهي الحفاظ على الوطن، باعتبار أن المقاصد الخمسة هي من اجتهادات العلماء والفقهاء السابقين. والضرورة الآن في وقتنا المعاصر تقتضي زيادة هذه الكلية السادسة وهذا المقصد السادس، وهو حفظ الوطن. ليه؟ لأن احنا عندنا دلوقتي بعض الجماعات وبعض الأفكار المتطرفة بدأت تفصل بين الدين وبين الدولة، وكثير من هذه الجماعات ومن هذه الأفكار ترى أن الدولة تصطدم مع الدين، وهذا أمر منافي للحقيقة تماما. فهم بيصوروا للشباب وللناس أن الدولة منفصل عن الدين، وأن الدين منفصل عن الدولة، وأن في الغالب الدولة تحارب الدين كما يروجون لهذه الإشاعة. فجاء المقصد السادس هو حفظ الوطن أو حفظ البلد، للدلالة وللتأكيد على أن من مقاصد الشرع الشريف حفظ البلاد، لأن الإنسان لا يأمن في بلده لا على نفسه ولا على يعني عرضه ولا على ماله ولا على دينه إلا إذا كان يعني كانت البلد التي يعيش فيها آمنة مطمئنة مستقرة. وكلما كانت البلد غير مستقرة وغير آمنة، كلما أثر ذلك بالسلب على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى عقولهم وعلى دينهم، فلا يستطيع الإنسان حتى أن يؤدي شعائر الله سبحانه وتعالى بنفس مطمئنة. فجاء المقصد السادس وهو حفظ الوطن لما تقتضيه ضرورة العصر، ولما يعني ونظرا لما أشيع على ألسنة وأفكار هؤلاء الناس من الفصل بين الدين وبين الدولة. أول هذه المقاصد هو حفظ الدين، مع خلاف بين الفقهاء في الترتيب، لكن يأتي المقصد الأول والأساسي هو حفظ الدين.
حفظ الدين مقدم على كل شيء، والمراد بحفظ الدين هنا حفظ أصل الدين، يعني حفظ أصل الدين. وأصل الدين هو ما كان مستقرا في قلب الإنسان، العقيدة المستقرة في قلب الإنسان مقدمة على كل شيء. لكن في بعض الأحيان قد يقدم تقدم بعض الكليات على فرعيات الدين. يعني مثلا الإنسان المضطر الذي أوشك على الهلاك وأوشك على الموت، خلاص قرب يموت ومحتاج إن هو يأكل، وليس أمامه يعني طعام إلا الميتة، والميتة عندنا محرمة في الشرع الإسلامي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. طب هذا الإنسان الذي أشرف على الهلاك، خلاص إذا لم يأكل أي شيء سيموت، في هذه الحالة نقول أو يقول الشرع الشريف حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على حفظ الفرع الديني اللي هو إيه؟ اللي هو عدم أكل الميتة، كما قال ربنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورات تبيح المحظورات، مع كون الضرورات تقدر بقدرها. فهنا الإنسان اللي أشرف على الموت أو أشرف على الهلاك يجوز له أن يأكل من هذه الميتة، مع أن أكل الميتة حرام، أكل الميتة ما ينفعش، أكل الميتة مخالف لتعاليم وأحكام الشرع الشريف، إلا أنه اضطر لأكل هذه الميتة للحفاظ على حياته. فهنا حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على هذا الأمر الديني. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يعني لما عذبه المشركون وعذبوا كذلك والده ووالدته السيدة سمية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عذبوهم عشان يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوالد عمار ووالدته صبروا على عذاب هؤلاء الكفار حتى استشهدوا في سبيل الله، ماتوا من شدة التعذيب ولم ينطقوا بكلمة الكفر. لكن سيدنا عمار لم يتحمل العذاب من الكفار فنطق بكلمة الكفر وجاء باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاي يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو نطق بكلمة الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن قلبه ومدى تعلق قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، قلبي مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. ونزل قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى هنا سيدنا عمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر فقط حفاظا على حياته وحفاظا على نفسه، لأن سيدنا عمار تحقق بأصل الدين، أصل الدين العقيدة مرتكزة وراسخة في قلبه لا يتزحزح عنها. فبالتالي لما نطق بكلمة الكفر من حيث الظاهر لتقديم نفسه ولافتداء نفسه من الموت، فهذا أمر جائز ولا مشكلة فيه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقره القرآن الكريم. لكن المشكلة تأتي في أن الإنسان يعني يكفر من قلبه، يعتقد الكفر اعتقادا جازما من داخله، ده اللي مرفوض في كل الأحوال. كذلك الحفاظ على النفس هو المقصد الثاني من مقاصد الدين، لكن في بعض الأحيان ممكن يقدم شيء آخر على النفس. يعني الإنسان المجاهد في سبيل الله قد يقدم وطنه وبلده على نفسه، فيقدم نفسه فداء لوطنه، فداء لبلده، فداء لأهله، فيموت شهيدا في سبيل هذا الأمر. فهنا قدم شيئا آخر على حفظ نفسه، لأنه رأى أن هذا الشيء أعظم من حفظ النفس في هذه الحالة. سيدنا النبي يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فإذا الكليات المقاصد الخمس في ترتيبها، الترتيب ليس إلزاميا في كل الأحوال، إنما ده بيختلف حسب العوامل وحسب الظروف وحسب الأحوال. أول كلية عندنا أو أول مقصد عندنا هو حفظ الدين. الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدي فطرة ربنا سبحانه وتعالى اللي فطر عليها الناس منذ زمن بعيد ومنذ الأزل، إن الدين فطرة موجودة في الناس، وربنا كل فترة بيبعث رسول لتعليم الناس أحكام الله سبحانه وتعالى، ولتعليم الناس التوحيد والعبادة الخالصة لله الكريم.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا وحثنا إن إحنا نبلغ دينه للناس كافة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فحفظ الدين أهم مقصد من مقاصد الكليات الست، والتي شرع الله سبحانه وتعالى الحفاظ عليه بكل الوسائل القولية وبكل الوسائل الفعلية، لأن الدين هو الأصل هو الأساس لهذه الحياة. وعشان كده ربنا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تحقيق العبودية لله وعدم الإشراك به هو المقصد الأساسي من خلق الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثا، لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس لتحقيق وظائف ولتحقيق أهداف ومقاصد هو عايزنا نحققها نحققها له سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالدين من أهم المقاصد التي ينبغي الحفاظ عليها من الفرد ومن المجتمع. والدين بيتكون من عدة أمور، أو بالتحديد من ثلاثة أمور، يتكون من العقيدة، يتكون من الأخلاق، من الأحكام، يتكون بعد ذلك من مكارم الأخلاق. عقيدة راسخة في القلب وفي الوجدان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هناك أحكام نزلت من الله سبحانه وتعالى على عباده لابد أن نحققها، صلاة، صوم، زكاة، حج، إلى آخر ذلك من الأمور التي نتعبد بها لله تعالى. ثم بعد ذلك ثمرة العقيدة وثمرة الأحكام هي مكارم الأخلاق، لأن العقيدة ينبغي أن تصب في مكارم الأخلاق، الأحكام لابد أن تصب في مكارم الأخلاق. وربنا سبحانه وتعالى شهد لهذا الدين بالكمال والتمام، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين يتكامل بهذه الثلاث، عقيدة، أحكام، أخلاق. عشان كده في نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة لموضوع مكارم الأخلاق، كل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها علينا وطلبها مننا هي في المقام الأول ينبغي أن تحقق مكارم الأخلاق، وأن الإنسان إذا لم يتحلى بمكارم الأخلاق فلا قيمة ولا فائدة من وراء عبادته. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا لها مقصد، لها غاية، لها هدف لازم تحققه. فالصلاة مثلا لابد أن تحقق هدفا معينا، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صلاة الإنسان لم تنهه عن الفحشاء ولا عن المنكر فلا فائدة في صلاته. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصلاة قال أقيموا الصلاة، طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نقيم الصلاة، ولم يقل مثلا صلوا أو أدوا الصلاة، لأن كلمة الإقامة تعني الإتيان بالشيء على أتم وأكمل صورة. ده معنى الإقامة عندنا، الإتيان بالشيء على أكمل وأتم صورة. ومعنى إقامتنا للصلاة إن إحنا لازم نصلي لله سبحانه وتعالى على أتم وأكمل صورة من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. من حيث الظاهر إن إحنا نلتزم بكل أحكام الصلاة، من فرائض، من واجبات، من سنن، ونبتعد عن المكروهات وكل هذه الأمور. نصلي الصلاة الصحيحة، نسجد كويس، نركع كويس، نقرأ كويس، كل هذه عبادة ظاهرة لكن هي ليست كل الصلاة، إنما تمثل يعني كده نقدر نقول نصف الصلاة. النصف الآخر وهو الأهم التحقق الباطني بمعنى الصلاة، إن الصلاة تغير في سلوكياتنا وفي أخلاقياتنا، لأن ربنا قال كده وعايزها تحقق الموضوع ده، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان لما يجي يصلي يبقى لازم يقيم الصلاة، حق الإقامة من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. من حيث الظاهر إن هو يعمل كل الحاجات المتعلقة بالصلاة كما ينبغي،
من حيث الباطن أنه يتحقق بمعاني الصلاة وبمقاصد الصلاة، وأن تنعكس هذه الصلاة على أخلاقياته وعلى أخلاقياته وعلى سلوكياته، فتراه إنسانا منضبطا في الظاهر وفي الباطن، في الشارع وفي البيت، في المسجد وخارج المسجد. لكن إن إحنا ندخل نصلي في المسجد أو نحافظ على الصلوات في المسجد أو حتى في البيوت، لكن أخلاقنا ما تغيرتش، ألفاظنا لسه زي ما هي، يعني ما فيش عفة في الألفاظ، ما فيش خلق كريم في التعامل مع الناس، يبقى إذن الصلاة لا فائدة فيها. كذلك الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدي المقصد الأصلي والأساسي من وراء فرضية الصوم، إن احنا نصل إلى مرتبة التقوى. طب إذا أنا صمت ولم أصل إلى هذه المرتبة، وما زلت يعني بعمل الحاجات اللي بتغضب ربنا في الصيام، فسيدنا النبي بيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. يبقى أنت إذا صمت صوم صحيح من حيث الظاهر، امتنعت عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب، لكن لم تتحقق بمقاصد ومعاني الصيام، ولم تتخلق بالأخلاق الكريمة التي ينبغي أن تكون عليها في هذا الشهر الكريم، يبقى إذن فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، يبقى إذن صومك غير مقبول ولن ينفعك ولن يقبله الله سبحانه وتعالى. عشان سيدنا النبي بيقول: رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش. رب صائم لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش، هو مجرد يعني إنسان امتنع عن الطعام وعن الشراب فقط، مجرد إنسان جائع، مجرد إنسان عطشان طول النهار، لكن هل هيصل للثواب العظيم الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين؟ الأمر يحتاج إلى تحقق بمعاني الصيام من حيث الباطن ومن حيث الظاهر. كذلك الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى إذن كل العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا، فرضها عشان تحقق لنا مقصدا عظيما، وهو الوصول إلى مكارم الأخلاق. فده يستدعي من الإنسان المسلم إن هو يحافظ على دينه من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. لكن الإنسان الذي يعني يبتعد عن الله وعن منهج الله سبحانه وتعالى، فهو إنسان خاسر لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى إذن ينبغي أن نحافظ على الدين من حيث الظاهر ومن حيث الباطن، ويعني أن نصد أي إنسان يحاول محاربة الدين وإفساد الدين على خلق الله سبحانه وتعالى. وده يأخذنا لنقطة مهمة جدا، وهي مسألة يعني التدين. التدين عندنا على أقسام: في تدين صحيح، وهو التمسك بأحكام الشرع الشريف من حيث الظاهر ومن حيث الباطن، الاتيان بكل الأوامر لربنا سبحانه وتعالى قالنا عليها، والابتعاد عن كل النواهي اللي ربنا نهانا عنها، وفي نفس الوقت التخلق بالأخلاق الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نحققها من وراء كل عبادة بنعملها. ده اسمه التدين الصحيح. لكن في نفس الوقت الإنسان عندما يقبل على الله سبحانه وتعالى، وعندما يلتزم بأحكامه، يلتزم بأوامره، ينتهي عن نواهيه، عليه ألا يتكبر بهذا الأمر، وإنما يتواضع لله عز وجل. فمن تواضع لله رفعه. لكن الإنسان إذا أحس بكبر أو بالغرور أو بالفخر لأنه يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، أو أنه إنسان متدين كما يقولون الآن، فهذا أمر فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، لأن هذا الإنسان بعيد كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. لأن التدين الحقيقي يستدعي من صاحبه أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، وأن يرى يعني المدد من الله والعون والتوفيق من الله له في كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإحنا بنعبد ربنا بتوفيقه لنا، بإعانته لنا سبحانه وتعالى. لكن إننا من نفسي كده إنسان كويس وأنا بعمل كل حاجة وأنا أحسن من غيري، فهذا
غرور وهذا كبر، وده كان الذنب الوحيد الكفيل بطرد إبليس من رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالتدين الحقيقي هو التمسك بالدين من حيث الظاهر ومن حيث الباطن، مع إرجاع الفضل لله سبحانه وتعالى له وحده، الذي وفقنا لهذه العبادة ولهذا الدين ولهذا والالتزام بها أحكام الله سبحانه وتعالى، إنما هو الله وحده، لكن إحنا مجرد يعني آخذين بالأسباب فقط. ده أول نوع، التدين الحقيقي. بعد كده هناك نوعان آخران يعني من الخطورة بمكان. أول نوع التدين الشكلي، وتاني نوع التدين السياسي أو التدين النفعي. التدين الشكلي يعني هو الاكتفاء بمظاهر الدين فقط، ودي مشكلة كبيرة جدا بتقابل ناس كتير مننا دلوقتي. يعني لبس الشيطان على هؤلاء الناس أن الدين هو عبارة عن شكل مظهر فقط، فأنا ألتزم بمظاهر الدين من حيث يعني الهيئة، من حيث الثياب، من حيث حتى العبادات، إن أنا بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة زي ما الدين قال لي. إحنا قلنا كل عبادة من دي لازم تحقق معنى باطني، لازم توصلنا لمكارم الأخلاق. فإذا أنا التزمت بالأحكام الظاهرة وفقط، صلاة، صوم، زكاة إلى آخره، والتزمت بالمظهر الخارجي ولم أهتم بالمظهر الداخلي وبتحقيق مقاصد الشرع الشريف وبتحقيق مكارم الأخلاق، يبقى ده تدين لا قيمة له، ده اسمه تدين شكلي. فمن الخطأ أن يظن الإنسان أنه هو لمجرد أنه هو إنسان محافظ على عبادته، محافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى من حيث الظهر، أنه كده إنسان متدين. هل هذا التدين والالتزام بهذه الأحكام هل أثر في سلوكياتي وأخلاقياتي ولا لا؟ ولا احنا يعني زي ما دخلنا الجامع زي ما خرجنا منه؟ مشكلة كبيرة، ان احنا بنشوف ناس كتير من الملتزمين او ممن يدعون الالتزام بيحافظوا على الصلاة والصوم وكل حاجة، الا ان اخلاقياتهم ما زالت في الحضيض، فتراهم يكذبون، يغشون، يدلسون على الناس، يشيعون الفتن والإشاعات بين الناس، يقعون في اعراض الناس وهو يظن أنه محافظ على دين الله سبحانه وتعالى. هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. ينبغي الإنسان أن يتحقق بالعبادة من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. أنا إنسان ملتزم، أنا إنسان مصلي، أنا إنسان صائم، أنا كذا، معنى كذا أن أنا أتعفف عن فعل الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من الوقوع في أعراض الناس إلى آخره. ومسألة برضو التدين الشكلي بتخلي بعض الناس يهتم بالأمور الظاهرة فقط، زي مشكلة غلق المساجد في الآونة الأخيرة. الدول الإسلامية، كل دولة أخذت قرار أو أغلب الدول أخذت قرار بغلق المساجد، يعني نظرا لضرورة انتشار فيروس كورونا. فشفنا كتير من الناس يعني زعلانين قوي على الموضوع ده، وينادون بفتح المساجد مرة أخرى وبالصلاة لله سبحانه وتعالى، ونهوا أن الشرع الشريف أو نسوا هؤلاء الناس نسوا أن الشرع الشريف هو الذي أمر بهذه الأمور. الشرع الشريف هو الذي أمرنا بأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروسات وانتشار الأوبئة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فكان المفترض بالناس عندما يتم غلق المساجد أن يلتزم الناس بهذا الأمر، وأن لا يتكلموا كثيرا في هذا الأمر، لأن احنا بنشوف كتير كلام كتير جدا جدا، ويعني شتيمة وسب وقذف وكذا إلى آخره. فهل هذه من أخلاقيات المسلمين؟ إن أنا شخص أنادي بفتح المساجد والصلاة في المساجد مرة أخرى، وأنا بذيء اللسان، وأنا بشتم، وأنا بقذف، وأنا بسب، وأنا بعمل كذا وكذا وكذا، يبقى هذا أمر ما ينفعش، يبقى اسمه التدين الشكلي. غلق المساجد جاء ضرورة يعني اقتضت الحفاظ على أرواح الناس وعلى حياة الناس، وارتكز غلق المساجد على النصوص الشرعية والقواعد الفقهية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
فدخولنا المسجد وصلاتنا في المسجد في مصلحة لينا، لكن في نفس الوقت دخولنا في المسجد ممكن يجر علينا مفاسد، انتشار الوباء وانتشار المرض وكذا إلى آخره، فصار درء المفسدة في هذه الحالة مقدم على جلب المصلحة. كذلك قاعدة شرعية بتقول الدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع، يعني دفع الشيء المضر ودفع الشيء المكروه قبل نزوله أسهل بكتير جدا جدا من رفعه بعد وقوعه. يعني مثلا التطعيم ضد الأوبئة وضد الأمراض، ليه بنطعم أطفالنا وليه بنطعم أولادنا؟ تحسبا لوقوع أمراض مزمنة في المستقبل، فإحنا بنحارب هذا المرض قبل أن يقع. فهنا دفعك للمرض قبل ما يتوجد أسهل بكتير وأقل كلفة وأقل ضرر من رفعه لو اتوجد، والعياذ بالله، لو إن الطفل ده أصيب بمرض لعدم تطعيمه، فساعتها مش هتقدر ترفع المرض عن هذا الطفل. فالموضوع ده يعني للأسف أظهر مسألة التدين الشكلي عند كثير من الناس اللي بينادوا بفتح المساجد في هذه الظروف الصعبة. فده أول نوع من النوعين اللي احنا قلنا عليهم، إن التدين الخطير أو التدين غير الصحيح، منه التدين الشكلي اللي اتكلمنا عنه، والأمر الثاني التدين السياسي أو التدين النفعي. التدين السياسي يعني توظيف أحكام ربنا سبحانه وتعالى ونصوص الشرع الشريف من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لخدمة الأهداف السياسية والمطامع الشخصية، وده اللي ظهر عند كثير من الجماعات المتطرفة والإرهابية في الفترة الفائتة، إن هم ارتكزوا على نصوص شرعية من القرآن والسنة لتبرير الأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بيها. فده تدين سياسي أو تدين نفعي لا قيمة له، لأن التدين الصحيح زي ما قلنا هو الالتزام بمكارم الأخلاق، إقامة الدين من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. لكن الإنسان الذي يدعي التدين وأخلاقه يعني سيئة، يتلفظ بالألفاظ القبيحة، يغتاب الناس، ينشر الغيبة والنميمة، ينشر الإشاعات بين الناس، كل هذه الأمور تدين سياسي وتدين نفعي لا قيمة له. فإذا أول مقصد من مقاصد الكليات هو الحفاظ على الدين، أن نحافظ على الدين وأن نبعد عنه كل الشبه وكل الأمور التي تعمل على هدمه. والدين في مجمله زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أتم وأكمله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين زي ما قلنا هو الحفاظ على عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك العمارة، عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فدين بدون عمارة يعني لا فائدة من ورائه، لأن الدين أتى لعمارة الأرض ولعدم الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا إن الله لا يحب المفسدين. كذلك الدين يستدعي التزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. 3 أمور ينبغي إن احنا نحافظ عليهم وينبغي إن احنا نعملهم: إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى من العبادات، الأمر الثاني عمارة الأرض، الأمر الثالث التزكية وهي التحلي بمكارم الأخلاق. فده كده أول مقصد عندنا من مقاصد الكليات الخمس أو الكليات الست اللي احنا ينبغي إن احنا نحافظ عليها. بعد كده في الحفاظ على النفس، أو المقصد الثاني الحفاظ على النفس. من أهم مقاصد الشرع الشريف الحفاظ على أرواح الناس، وربنا سبحانه وتعالى حذر من يعني قتل النفس بغير حق، أو الاشتراك في قتل النفس بأي سبب من الأسباب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وربنا سبحانه وتعالى توعد قاتل النفس العمد بعقوبات شديدة جدا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القتل من أكبر الكبائر ومن الموبقات التي تهلك الإنسان، وقال سيدنا النبي: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الإنسان عندما يفعل أي ذنب
الأمل إن شاء الله موجود ومعقود على المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن قتل النفس فيه مشكلة كبيرة جدا، لأن هذا أمر تعلق بالاعتداء على الغير وبالاعتداء على روح الإنسان الذي صنعه الله سبحانه وتعالى والذي بناه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه. وقال كده: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من دم سفك بغير حق. فجاءت نصوص القرآن الكريم وجاءت نصوص السنة النبوية المطهرة تحذر من قتل النفس ومن الإقدام على هذا الأمر. المراد بقتل النفس هنا أي نفس، سواء كانت نفس مسلم أو غير مسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. الإنسان غير المسلم اللي عايش معانا في عهدتنا وفي ذمتنا ولم يفعل أي شيء يستحق عليه القتل، فهذا إنسان ينبغي أن نحافظ عليه وعلى حياته. في الحديث سيدنا النبي بيقول: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لو حد أمنك على نفسه، أمنك على حياته، وأنت اعتديت عليه دون حق ودون سبب فقتلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ منك حتى ولو كان هذا الشخص كافر. من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل شيء فيه إضرار وفيه أذية بهذا الإنسان غير المسلم. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه من حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا خصيمه يوم القيامة. مجرد ظلم هذا الإنسان لأنه غير مسلم فهذا أمر يستدعي الخصومة المباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالحفاظ على النفس من أهم مقاصد الشرع الشريف اللي ينبغي أن احنا بقدر الإمكان نحافظ على هذه الأمور. وأي شيء في يعني تعريض حياة الناس للخطورة أو في تعريض حياة الناس للموت ينبغي أن نوقفه فورا. زي ما قلنا برضو موضوع غلق المساجد، غلق المساجد جاء للحفاظ على أرواح الناس وللحفاظ على حياة الناس، لأن ده بنحقق مقصد عظيم جدا جدا، هو أهم مقصد أو أهم تاني مقصد بعد حفظ الدين وهو حفظ النفس. سيدنا النبي في الحديث بيقول أو في الحديث الشريف: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. مجرد أن المرأة دي بس يعني حبست القطة اللي عندها وما أطعمتهاش وما سبتهاش تأكل من رزق الله سبحانه وتعالى، فدخلت النار بسبب هذا الفعل الشنيع. فما بالكم بمن تجرأ على قتل النفس من استباحة الدماء، من استباحة الحرمات، خاصة وإن كان يعني يرتكز على نصوص الشرع الشريف لاستباحة الدماء. هذا أمر مرفوض تماما، وأول من فعل هذه الأمور البشعة هم فرقة الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين بناء على نصوص شرعية من القرآن ومن السنة فهموها غلط. وده اللي بيطبقوا دلوقتي الدواعش والجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة، إن هم عشان يبرروا قتلهم لغيرهم واستباحة دماء الناس لابد أن يأتوا لنا بنصوص من القرآن وبنصوص من السنة حتى يبرروا هذه الأفعال الإجرامية. وده في الحقيقة مرده الأساسي إلى الجهل بدين الله سبحانه وتعالى والجهل بنصوص الشرع الشريف. والأمر ده طرح أيام الصحابة الكرام، مسألة قتل المسلمين بعضهم لبعض نشأ منين؟ العامل الأساسي والرئيس في هذا الأمر هو الارتكاز على نصوص من القرآن ومن السنة غير مفهومة للأسف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات يوم قاعد مع الصحابة فسألهم وقال: لماذا تختلف هذه الأمة ودينها واحد وقبلتها واحدة ونبيها واحد وقرآنها واحد؟ إحنا المسلمين بنعبد إله واحد وبنتبع نبي واحد وبنقرأ كتاب واحد وبنصلي لقبلة واحدة، المفترض أن إحنا أمة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فالاختلاف ده جاي منين والتناحر ده جاي منين والاقتتال بين الأمة جاي منين؟ فقام حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس وقال: يا أمير المؤمنين، نزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل. الصحابة الكرام
ما حصلتش الامور دي بينهم ليه؟ لان القران نزل عليهم في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، القران نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه موجودين معاه، فكانوا بيسمعوا مباشره من النبي صلى الله عليه وسلم وفاهمين كل ايه نازله ليه ونازله في مين وايه المقصد بتاعها وايه الهدف اللي الايه عايزه تقوله لنا عشان نعمل بيه. فالصحابه فاهمين كل ايه يعني فهما صحيحا منضبطا. نزل علينا القران فقراناه وعلمنا فيما نزل. وده الأصل في الإنسان المسلم، إن هو لا يكون مجرد حافظ للقرآن الكريم، إنما لابد أن يتفهم النصوص القرآنية ويتفهم مراد الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الآيات القرآنية. نزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وإنه سيأتي أقوام من بعدنا يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل. في ناس هتيجي بعدينا هيقرأوا القرآن ومش عارفين القرآن ده نزل في مين ونزل ليه. وإنه سيأتي أقوام من بعدنا يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فإذا قرأوه ولم يدروا فيما نزل قالوا فيه برأيهم، وإذا قالوا فيه برأيهم اختلفوا، وإذا اختلفوا اقتتلوا والعياذ بالله. لما أنا أسمع القرآن الكريم واحفظ القرآن الكريم دون فهم ودون وعي لمقاصده وأحكامه، هبدأ أعمل رأيي في القرآن الكريم، أفسر القرآن الكريم برأيي وبمزاجي وبهوايا. طيب وانت نفس الكلام لما تسمع القرآن الكريم وتحفظ القرآن الكريم وما عندكش القواعد العلمية المنضبطة اللي تتعرف من خلالها على مقاصد الله من وراء هذه الآيات القرآنية، هتبدأ تفسر القرآن الكريم بمزاجك وهواك، وبعد كده يحصل خلاف بيني وبينك. فإذا قالوا فيه برأيهم اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا والعياذ بالله. أول ما يحصل اختلاف بيني وبينك، مع ان انا حافظ للقرآن وانت حافظ للقرآن، مع ان انا مسلم وانت مسلم، لكن حصل ايه؟ ان احنا خدنا القرآن بس مجرد حفظ من حيث الظاهر، فحصل خلاف بيني وبينك، فكل واحد بدأ يفسر القرآن على هواه، فأدى ذلك الى الاقتتال والعياذ بالله. عشان كده الامام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه الكلمة مهمة جدا، قال: نزل القرآن ليعمل به وليتدبر. القرآن الكريم من ربنا نزله علينا ليه؟ عشان نعمل به وعشان نتدبره وعشان نفهمه، مش عشان نحفظه بس. الحفظ ده غرض من الأغراض، لكن مش هو كل الأغراض اللي ربنا عايزها. ربنا عايزنا نتفهم القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أما على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فربنا نزل لنا القرآن عشان نتفهمه ونتدبره ونعمل به. نزل القرآن ليتدبر وليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. كتير من الناس اتخذ تلاوة القرآن وقراءة القرآن هي العمل. أنا بقرأ القرآن وبختم القرآن الكريم يبقى أنا كده إنسان متدين، إنسان مسلم. أنا بختم القرآن الكريم في رمضان 10 مرات، لكن فين الأخلاقيات؟ فين أخلاقيات الصائم؟ فين أخلاقيات المسلم؟ مش موجودة. يبقى إذن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة لك أو عليك. مش معنى ان انا حفظت القرآن الكريم يبقى القرآن الكريم كده خلاص هينفعني، لا، قد يكون القرآن الكريم حجة علي اذا لم التزم بكل اوامره وبكل نواهيه. فهنا سيدنا عبد الله بن عباس بين لنا اللغز كويس ووضحه وفسره، ان الاقتتال اللي حاصل بين الأمة دلوقتي ده كله ناشأ من الخلاف بينهم. والخلاف ده ناشأ منين؟ ان كل واحد فينا قرأ القرآن او قرأ السنة النبوية المطهرة وفسرها بمزاجه دون القواعد العلمية المنضبطة. بعد كده المقصد الثالث من مقاصد الشرع الشريف او من الكليات الست، حفظ المال. المال جعله الله سبحانه وتعالى قوام الحياة وعامل أساسي من عوامل استقرار الحياة واستقرار معيشة الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام هذه الحياة، فهذا أمر يستدعي الحفاظ عليه. وكلمة المال معناها عندنا في الشرع كل ما له قيمة وينتفع به. يعني المال مش قصة الفلوس بس الورقية اللي معانا دي، الفلوس دي نوع من أنواع المال، إنما كلمة المال معناها ما كان له قيمة وينتفع به، زي الموبايل، زي الساعة، زي المايك، زي الكتاب، كل هذه تسمى أموال لأن لها قيمة والناس بتنتفع بها الانتفاع الشرعي الصحيح. لكن لا ننسى أن المال في الأصل هو مال الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
فعلى الإنسان أن يعلم أن المال اللي عنده هو في الحقيقة وفي الأصل هو مال الله عز وجل، إنما أنا بس مجرد مستخلف على هذا المال عشان ربنا بس يشوفني هوظف المال ده توظيف صحيح ولا توظيف خطأ. فجاء الدين ليحافظ على أموال الناس، لأن حركة الناس وحياة الناس لن تستقيم ولن تستقر إلا إذا كان عندهم أموال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا بعض الأمور اللي بتحافظ على أموال الناس. من هذه الأمور مثلا تشريع المعاملات بين الناس، من يعني من بيع، من شراء، من تجارة، من شركة إلى آخره. كل هذه أمور مباحة شرعها الله سبحانه وتعالى وأحلها الله لأنها عامل مساعد للحفاظ على أموال الناس. لكن لم يستثني الله سبحانه وتعالى من هذه المعاملات إلا بعض الأمور البسيطة جدا زي الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى وضع ضوابط وشروط لوصول هذه المعاملات إلى الدرجة الصحيحة التي لا تغضب الله سبحانه وتعالى. ففي المعاملات شرع لنا حاجة اسمها الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، إنما البيع عن تراض. ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي نهانا عن الغش وعن التدليس في أمور البيع وفي أمور الشراء حتى نحافظ على أموالنا ونحافظ على أموال غيرنا. هذه الأمور ساعدت على حفظ أموال الناس عكس بعض يعني في العصور الماضية ما كانش فيه الكلام ده، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية وضعت لنا ضوابط صارمة جدا جدا للحفاظ على هذه الأموال، وعدم الغش وعدم التدليس حتى فيما يجري بين الناس من أمور معاملاتية في كل يوم وليلة من البيع والشراء وغير ذلك. مثلا سيدنا النبي في حديث شريف بيقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله تعالى ولم تزل الملائكة تلعنه. من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. سيدنا النبي عشان يحافظ لنا على أموالنا قال لنا لما نيجي نبيع ونشتري السلعة اللي أنا هبيعها لو كانت فيها عيب لازم أبين العيب ده للمشتري قبل ما أديله السلعة بتاعتي. ما ينفعش ان انا اضحك عليه، ما ينفعش ان انا ما بينش العيب ده، ما ينفعش ان انا اغشه. فانا هبيع لك مثلا الموبايل بتاعي ده، والموبايل ده فيه عيب انا عارفه، فلازم قبل ما ابيعه لك اوضح لك العيب اللي فيه، اقول لك فيه عيب كذا وكذا وتمنه كذا. طيب لو انا عملت زي ما كتير من الناس بتعمل للاسف دلوقتي، ان انا بعت السلعه بتاعتي لمجرد ان انا عايز اخلص منها عشان العيب اللي فيها وعايز اتكسب من ورائها، انا كده ما حافظتش على مال غيري، كده ما حافظتش على المال اللي ربنا امرني بالحفاظ عليه، فأقع تحت وعيد الله تعالى. من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. الإنسان اللي بيبيع السلعة بتاعته فيها عيب مش بيبينها، ده إنسان سيظل تحت غضب الله سبحانه وتعالى وتحت لعنة الملائكة له. عشان كده الإمام محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عنه من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، وهو صاحب التأليف والتصانيف الماتعة في الفقه الحنفي، ومن أكثر المشايخ الذين ساعدوا على انتشار المذهب الحنفي من خلال الكتب اللي ألفها. ففي مرة من المرات أحد الناس قال له: يا إمام ألف لنا كتابا في الزهد، يعني عايزين كتاب كده بقى في الزهد وفي الرقائق وفي الروحانيات وفي هذه الأمور، ألف لنا كتابا في الزهد. فقال له محمد بن الحسن: ألفت لكم كتاب البيوع، يعني اللي عايز يتعلم زهد واللي عايز يتعلم دين واللي عايز يعني يتصل بالله سبحانه وتعالى حق الاتصال يروح يتعلم أحكام البيع والشراء. ليه؟ لأن أحكام البيع والشراء باختصار معرفة يعني الحلال من الحرام. أنا بتعلم البيع ليه؟ عشان أعرف الحاجة دي حلال أعملها، أعرف الحاجة دي حرام ما أعملهاش. والزهد هو إيه؟ الزهد هو معرفة الحلال ليفعل ومعرفة الحرام ليجتنب باختصار شديد. لكن مش الزهد ان انا ادخل اصلي وان انا اصوم والى اخره وبغش في الناس وبدلس على الناس في البيع والشراء وبحتكر السلع واشق على المسلمين، هذا ليس دينا. كذلك الشرع الشريف حث الناس على عدم اكل الاموال بنص صريح في القران الكريم: ولا تاكلوا
أموالكم بينكم بالباطل، حث كذلك على عدم الإسراف والتبذير، ولا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. كل الأمور التي تساعد على إضاعة المال ربنا سبحانه وتعالى حرمها علينا حتى نحافظ على هذا المال لتستقيم حركة الحياة. وسيدنا النبي في الحديث يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لازم تحافظ على مال غيرك زي ما بتحافظ على مال نفسك. فإذا أنت أخذت أموال الناس، أخذت قرض، أخذت يعني فلوس سلف، أخذت أي فلوس من إنسان، وكان في نيتك أنك ستسدد هذا الدين وستعطي هذا الرجل حقه، فربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يؤدي عنك. لكن إذا أنت أخذت الفلوس بنية استهلاك هذا المال وبنية عدم السداد، فإن الله سبحانه وتعالى يتوعدك: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأختم بنقطة مهمة جدا في برضو في الموضوع الحفاظ على المال، إن المال عندنا قسمين: مال خاص ومال عام. حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص، لأن المال العام تتعلق به حقوق كثيرة. فأنا دلوقتي لما أتجرأ على المال العام معناه إن أنا تجرأت على حق فلان وحق فلان وحق وحق الناس كلها، لأن كل واحد المفترض إن هو ليه حق في هذا المال العام. فلما يجي واحد يعتديها على هذا المال كأنه اعتدى على أموال كل هؤلاء الناس. عكس المال الخاص، أنا لما أعتدي على مال واحد فهو واحد فقط، فرد فقط. وللأسف بنشوف بعض النماذج من بعض الناس على العكس، إنه يعني تجده حريصا على سداد أموال الناس الخاصة وكذا إلى آخره، والحفاظ على أموال الناس الخاصة، لكن يجي في المال العام يتجرأ عليه، والكلمة المشهورة: إحنا مش أغنى من الحكومة. هذا يعني هذا كلام مخالف تماما لأحكام الشرع الشريف، لأن ربنا زي ما أمرنا بالحفاظ على المال الخاص أمرنا بالحفاظ على المال العام. طيب المال العام ده الناس كلها بتعمل كده، ما الناس كلها بتسرق كهرباء، الناس كلها مش عارف بتعمل ايه، او الناس كلها تعمل الغلط لكن انا ما اعملوش. لا تكونوا امعى، سيدنا النبي يقول كده: لا تكونوا امعى، تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسانا، ولكن وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تسيئوا. انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى وحدك، وهتحاسب وحدك، ولا تزر وازره وزر اخرى. فغيرك بيعمل الغلط مالكش دعوه بيه، سيبه يعمل الغلط، لكن انت تعمل غلط عشان كل الناس بتعمله هتحاسب زيهم. فالمال العام يعني اشد حرمه من المال الخاص. النبي في الحديث يقول: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله سبحانه وتعالى اياه يوم القيامه من 7 اراضين. مجرد شبر بس، اخذت شبر ظلما وعدوانا مش من حقك. الناس اللي بتعتدي على املاك الدوله، الناس اللي بتعتدي على منافع الناس، الناس اللي بتاخد من الشوارع وتضم للكافيهات والمحلات بتاعتها، كل هذا اعتداء على المال العام، سيحاسبون عنه امام الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده خدنا في النهارده ان شاء الله 3 مقاصد: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال. وان شاء الله نستكمل فيما بعد بقيه الكتاب. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.